اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده جدا النهارده وخاصه بنهديها للشعب الشقيق السعوديه، كل الوطن العربي وكل انحاء الكره الارضيه فرحه وتهنئه للشعب السعودي بفوز المنتخب، وان شاء الله هنصعد للنهائيات وندعو لكل الفرق العربيه تفوز باذن الله تعالى وتبقى الفرحه فرحه وطنيه واحده. فهنعبر عن فرحتنا بما اننا برنامج طهي، هنعمل الاكل النهارده اكل سعودي، ايه المشكله؟ نعمل اكل لطيف بخبره سعوديه لطيفه وجميله. هنعمل الكبيس النهارده او الكبسه يسموها بالسمك الهامور، ودي الاسم العلمي والتنفيذ بتاعها، سمك الهامور، شريحه من سمكه الهامور، هنعملها كبسه النهارده بالتوابل العربيه اللي بتتكلم سعودي والرز البسمتي والخبره الطهويه. معانا عدد الكبسه سلطه الدجوس اللي هي الطماطم مع الفلفل الحار، برضو لها تفاصيلها، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، تاخد توم ما تاخدش توم، تاخد كزبره خضراء، هنشوف الكلام مع بعض. كمان في حلو مشهور جدا في المطبخ السعودي اسمه الحنين، اللي هو بيتعمل من التمر والموز بالدقيق الاسمر الموجود، هنشوف نعمله ازاي بتفاصيله. الحلو ده بجد كله طاقه وكله قيمه غذائيه عاليه جدا، لان بيحتوي على التمر والعسل لو احنا حابين، وله تفاصيل كتيرة الحنين. بما ان انا كنت عايش في السعودية فترة طويلة من عمري، فانا عندي هنا الخبرة الطهوية وخاصة للأكل السعودي زي الجرسان، السليج، المرجوج، شوربة الجريش، الحنين، كل ده. في أكلة مشهورة جدا في المطبخ السعودي أو المطبخ العربي الخليجي خاصة في دولة الإمارات الشقيق، اسمها ايه؟ الهريس. ايه هو الهريس يا مغازي؟ والله الهريس ده اللي يعرفه أكلة قيمتها الغذائية عالية، موسوعة، وتعرفوا الشيف الشاطر أو من ست البيت الشاطرة اللي تعمل الهريس صح. الهريس عبارة عن قمح مطحون خشن مجروش بيستوي مع مرج اللحم. بعد ما بيستوي بناخد اللحم نصفيه وينطحن مع القمح ويبقى عامل زي الهريسة كده أو زي العصيدة، بيبقى لطيف جميل جدا، وتنزل عليه السمنة البلدي. ممكن ناكله على فكره مع السلطه دي، عشان كده سموه الهريس، مهروس باللحم، القمح مهروس بالقمح. غير القرصان، قرصان الرواق بتاعنا معمول بدقيق اسمر بدل الدقيق الابيض، بيستوي في قلب اللحم. الضاني مع الخضار مع الكوسه مع البتنجان، كفايه على الكبه. ناخد الفلفل ده كده اهو، انا عايزها شويه سبايسي، معلقه كزبره خضراء، التوم اختياري، حطيت التوم حط نعناع مفيش مشكله، كل ده في قلب الكبه يا عم الشيف. كل ده مش هناكل الكبسه دي غير بالسلطه دي، زيت زيتون، حتى زيت ذره زي ما انت عايزه، عصير ليمون. الله اهو، كل ده يا عم الشيف في قلب الكب. بسم الله الرحمن الرحيم، ما تكسفينيش، الله يرضى عليك، ما تضيعيش تعبي، الله يرضى عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا. خلص الكلام، شيل ده من هنا، نظبط الملح والفلفل بتاعنا ونقدمها في الطبق الجميل ده كده. دي عدل الكبسة اهي زي ما هي كده اهي، من الخلاط للطبق، الف هنا وشفا زي ما هي كده. عايزة تزودي ليمون؟ اهلا وسهلا. عايزة تزودي شوية زيت زيتون؟ اهلا وسهلا، اختياري. عايز تحط معلقه خل؟ اهلا وسهلا. نظبط الملح بتاعنا، شويه الفلفل، عايزها سبايسي حط شطه، بس اكتفي بالشطه اللي انا ايه حطيتها. السلطه دي مش هناكل الكبسه دي الا بيها.
ألف هنا وشفا للي ياكل منها بالمعلقة كده، وبألف هنا وشفا. الله، ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ ده الدجوس اهو بتاع كبيس السمك او كبيس اللحم او كبيس الدجاج. نروق الطبق عشان مخرج ده الجميل، ونطلع الحنين من الفرن. شفتوا خطوات العمل تمت ازاي؟ خلصت الكبسة، طبقتها، غرفتها، وعندي رؤية فن إبداع. بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.